المطاحين يعد من القطاعات الاستراتيجية والمهمة على الصعيد الوطني، بحيث هذا القطاع هو اللي كيسهر على تموين المواطنين بالمادة الأساسية ألا وهي الدقيق. الشركة ديالنا مختصة في سحق القمح الطري وإنتاج الدقيق بجميع أنواعه. هذه المطحنة أخذت جميع التدابير الوقائية والسلامة الصحية. أول واحد بغي يولج هنا يتم قياس الحرارة دياله، كما يتم تعقيم جميع الشاحنات والسيارات قبل الولوج. الشركة وضعت أمام البنايات ديالها كلهم أحواض فيها معقمات من أجل تعقيم الأحذية. وضعت في المداخل وفي المرافق الصحية ديالها وسائل النظافة. وضعت راه إشارة عاملة النظافة ديالها المعقمات لتعقيم المكاتب. من المسائل اللي خدمت عليها عاوتاني الشركة هي توفير الكمامات مع إلزامية ديال الوضع هذه الكمامة داخل الشركة، سواء بالنسبة للمستخدم أو بالنسبة للزائر. بالنسبة للمعمل اللي فيه شي شوية ديال الاكتظاظ، قسمات العمال ديالها إلى أفواج، وهذا الشيء كل شيء الظروف هادو تتكون حملات تحسيسية اللي تقوم بها طبيب الشغل ديال الشركة. ولينا تنراقبوا العمال ديالنا عن قرب وبواحد الطريقة مستمرة، ويوميا تقريبا تنجيو تنراقبوا اللائحة ديال الحرارة ديال العمال، تنراقبوا لهم واش دايرين الكمامات، واش يغسلوا يديهم باستمرار. في حالة ظهور شك، والحمد لله الشركة ديالنا ما عندها حتى شي حالة ما ظهرت فيها، عندنا واحد الطريقة واحد استراتيجية خصنا نتبعوها، وعطيها لنا وزارة الصحة، وهو العزل ديال السيد اللي مشكوك فيه. وأولا ثانيا تندير له اختبار، يعني اختبار كلينيكي باش نشوف واش فعلا عنده علامات ديال المرض، وإلا كانت شكيت في هذه الحالة هذه تنتصل ديك الساعة بالسلطات المختصة. الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب دارت واحد المنصة على تطبيق على الانترنت لتسجيل جميع المقاولات باش يكون واحد التحليلات استباقية من أجل الحد من الآثار ديال هاد الجائحة، ليكون في علم المواطنين أن الطاقة الإنتاجية للمطاحين بصفة عامة تغطي حاجية السوق بصفة منتظمة وبصفة عادية وتحترم زعما الجودة. إذا السوق ممون والمدخرات اللي نتوفر عليها كافية لتغطية أزيد من 3 أشهر على الصعيد ديال المطاحين. أضف إلى ذلك المخزون الموجود عند المستوردين اللي كيفوق تقريبا 5 أشهر.